مشاهدينا تنضم معي وعلى الهواء مباشرة محللة أسواق مالية في مجموعة إيكوتي فرح مراد من دبي. أهلا بك سيدة فرح. أبدأ معك من الحدث الأبرز، أهلا بك، الذي شهده الأسبوع الفائت وهو تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة، أحدثت به عدة بنوك عربية وأيضا عالمية. ماذا يعني كل ذلك سيدة فرح؟ نعم تفضلي. هلا يعني القرار ما جاء مفاجئ، التوقعات الاكبر كان انه ما راح يكون في عندنا تغيير بالسياسه على الفتره الزمنيه القصيره، وحتى في الربع الاول من العام ما راح نكون عم نشوف لا اي تشديد الاسواق، لا اظن انه تحتمل كمان زياده في اسعار الفائده ولا كمان تقليل سريع من الفيدرالي. فالسيناريو هو كان او اللي كنا ناطرينه من جيروم باول كمان الاشارات المستقبليه. اظن اذا بدنا نشوف كيف الاسواق ترجمت حديثه، ترجمته بطريقه متشدده، ترجمت انه ما راح نكون عم نشوف اي تقليص للفائده قريب مثل ما كنا متوقعين مثلا بشهر مايو او اقرب من هذا الشهر. اذا بدنا نعتبر كيف حللت الأسواق هذا الأمر وكيف كمان كنا عم نشوف ترجمته، اعتبرناه قرار متشدد لنزال نحارب التضخم وهذا هو الأهم بالنسبة للفيدرالي، ومشان هيك أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، ومشان هيك كنا عم نشوف نوع من يعني عودة القوة للدولار الأمريكي من بعد ما كنا عم نتخلى عنه في الفترات الماضية، وكنا معتبرين أنه حتى مع يمكن تثبيت الفائدة جيروم باول يمكن كان رح يقول بعض الأمور أنه نحن متوجهين يعني محاربة التضخم ناجحة ومتوجهين أن نكون متساهلين أكثر، ولكن فاجأ الأسواق بلهجة متشددة ومش قرارات قريبة الأزل مختلفة عن التوقعات. لا، نحن متوقعين أنه تستمر أسعار الفائدة بالوقت الحالي وحتى على الربع الأول مثل ما كانت من قبل. طيب سيدة فرح، دعينا نتكلم عن المركزي المصري، خالف التوقعات ورفع أسعار الفائدة، ترى يعني ما هي يا ترى أبرز العوامل أو الأسباب التي تدفع بالمركزي المصري إلى رفع الفائدة أو تثبيتها؟ يعني هلا طبيعة الحال حيلا مركزي عم بيعاني من بلاده من تضخم مرتفع رح يتوجه إلى سياسة متشددة. هلا كنا عم نشوف تراجع بسيط جدا بالتضخم في مصر، يعني عم نحكي تقريبا بحدود 1% من 36 إلى شهر ديسمبر كنا أكثر بشوي من 35%، ولكنه لا يزال رقم مرتفع جدا، أعلى بكثير من يمكن الأهداف للبنوك المركزية حول العالم فيما يتعلق بالتضخم، خصوصا اللي كنا عم نشاهد يمكن الفترة الأخيرة في مصر. فسياسة متشددة بطبيعة الحال الهدف الرئيسي منها هي محاولة لكبح التضخم. هلأ بالوقت الحالي خصوصي أنه نحن في عنا يمكن الحرب في غزة عم تأثر على المعنويات كمان في مصر، أثرت شوي يمكن على السياحة، فنوعا ما هالتشديد كان مفاجئ لأنه يمكن كمان عوامل أخرى كانت رح تكون عم تأثر كمان لتقليص التضخم، منها كمان شهية المستثمرين يمكن في مصر أو حتى السياحة. لا أظن أنه كان فينا نعتبره قرار يمكن مشجع أو متشجعين له كثير أطراف أو محللين من الأسواق، كانوا متفاجئين مثل ما قلتي، ولكن يدل أنه محاربة التضخم لا يزال هو الهدف الرئيسي من قبل المركزي في مصر. طيب ننتقل إلى صندوق النقد الدولي الذي صرح مؤخرا بأن الصندوق يرى خطرا أكبر على الاقتصاد العالمي في حال بدأت البنوك المركزية بخفض أسعار الفوائد. سيدة فرح، لماذا كل هذا برأيك؟ يعني بطبيعة الحال إذا بدنا نشوف الضغوط التضخمية الكبيرة اللي قطعنا فيها تاريخيا، نلاحظ أنه عادة التضخم وقت يوصل لمستويات مرتفعة جدا مثل ما كنا نشهد في العام الماضي واللي قبله بيجي على شكل موجات، وفي حال قلصنا السياسة المتشددة قبل ما نكون فعلا تأكدنا من أن الضغوط التضخمية خلص رجعت يمكن إلى طبيعتها، قد نرى عودة للتضخم، وهذا ما شهده كمان الاقتصاد في الولايات المتحدة بالثمانينات، نوعا ما كان في عنا موجة تضخم مرتفعة جدا، توجه الفيدرالي من بعد ليقلص السياسة المتشددة قبل ما يكون في عنا كل العوامل التي تؤكد أن التضخم فعلا تم السيطرة عليه، فرجعنا شفنا موجة أخرى من التضخم، وهذا الشيء كثير خطر على الاقتصاد في البلاد. مشان هيك نكون مستمرين شوي بسياسة متشددة ولو على فترة يمكن أطول،
كل يمكن السيناريوهات اللي حاطين فيها حالة البنوك المركزية ما بعد الوباء وما بعد السيولة المرتفعة بالأسواق، كلهم كمان عندهم مخاطرهم، ولكن يبدو كمان البنك الدولي يدل على أن التضخم لا يزال هو المشكلة الرئيسية اللي لازم نحاربها، ويبدو كمان في عنا عوامل أخرى بسبب التطورات الجيوسياسية قد تؤدي كمان على الضغط مرة أخرى على قطاع النفط، قطاع كمان الطاقة بشكل عام يلي كان هو نوع من المشاكل الرئيسية في أو الضغوط التضخمية الرئيسية. مشان هيك قد يكون كمان يعتمد على أنه بعض العوامل في التضخم قد تعود مرة أخرى في هذا العام، ومشان هيك من الأفضل أن نضلنا متشددين على القليلة، مش ضروري لفترة أطول بكتير، ولكن منغير اللهجة ونكون عم نتوجه لتسهيل كمان السياسة في ظل يعني استمرار الضغوط التضخمية. طيب، كيف يتأثر الأفراد العاديون أو المواطنون بتثبيت الفائدة؟ كيف تتأثر قدراتهم الادخارية وحتى الاستثمارية؟ قدرته الادخارية المفروض تكون عم تستفيد، لأنه نحن كمان إذا بنتوجه على البنوك بنلاقي إنه الفائدة المرتفعة بطبيعة الحال رح تكون عم تعطي عوائد أفضل كمان للمودعين. الاستثمار من ناحية أخرى، هون الهدف الرئيسي من السياسة المتشددة أنها تحاول قد ما فيها تقلص من الاستثمار في الأسواق، تقلص من النمو الكبير اللي كنا عم نشهده في الفترات الماضية، ومشان هيك بنلاقي ارتفاع في عوائد السندات، ارتفاع كمان في حال بدك تاخذ أي لون رح يكون كمان النسبة على الفائدة عليها مرتفع جدا، ليقلك إنه مش هيدا هو الوقت المناسب للاستثمار، طول بالك شوي يمكن تكون عم تقدر تاخذ كمان من بعد ما نرجع نشوف تقليص في هالنمو الكبير مكان افضل لتكون عم تاخذ كمان قرض بفائده اقل. اما من ناحيه اخرى فاحسن ما تكون كمان عم تستثمر، فيك تكون عم تحط اموالك باصول اقل مخاطره مثل السندات الخزانه، رح يكون في عندك عوائد مرتفعه عليها، ومثل كمان البنوك كودائع ورح يكون في عندك كمان عوائد مرتفعه عليها ونوعا ما اقل مخاطره من الأسواق. كنا عم نحكي بالأسهم أو الاستثمار أو بداية مشاريع جديدة اللي دايما فيها مخاطرة أكثر بكثير من يمكن الأصول التي تستفيد برفع أسعار الفائدة، واللي الهدف منها بطبيعة الحال أن نكون عم نقلص الاستثمارات، نقلص النمو الكبير اللي تشهده الأسواق اللي بنسميه تضخم بطبيعة الحال. طيب سيد فرح، أنتقل معك الآن إلى آسيا. كيف ترين الاقتصاد الآسيوي بشكل عام؟ كيف يتأثر بأزمات الغرب، خصوصا هناك مثلما تكلمت وحضرتك أن هناك تغيرات جيوسياسية، وأيضا كنا نعلم بالصراع ما بين أوكرانيا وأيضا روسيا، وأيضا هناك الحرب على غزة ومشكلة البحر الأحمر وضيق باب المندب. كل هذه الأزمات كيف ممكن أن تؤثر على الاقتصاد الآسيوي بشكل عام وأيضا يتأثر بأزمات الغرب؟ معك حق، وكمان إذا بدك نزيد بعد عليهم كمان مشكلة أخرى بتأثر كمان على الدول في آسيا، تايوان، وكمان قد كنا نشوف يمكن هالمشاكل فيما يتعلق بالرقائق بالمصانع كمان في تايوان ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة كمان بتزيد. هلا إذا نحكي عن الاقتصاد في آسيا صعب نعطيه انطباع كامل، ولكن خلينا نحكي مثلا عن الصين اللي هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. طبيعة الحال كل الأمور اللي حكيتيها عم تأثر كانت على الاقتصاد تبعه، ولكن المشاكل الرئيسية تعود وتكون داخلية أكثر من أنها خارجية. كنا عم نشوف الاستهلاك المتراجع بشكل كتير كبير، مشاكل قطاع العقارات إيفرغراند إذا كمان سمعنا فيها، أكبر يمكن شركة عقارات كمان في الصين أعلنت عن إفلاسها. كان من صعب جدا أن نكون عم نشوف توجه للاستثمار الأموال الأجنبية داخل الصين بسبب السياسات العدائية كانت كمان يمكن قطاع التكنولوجيا وقطاعات كمان أخرى. فبشكل عام الخطر من الأسواق الصينية مرتفع، ولكن من ناحية تانية كمان نتذكر أن اقتصاد تاني أكبر اقتصاد بالعالم، هالتوترات الجيوسياسية يمكن كمان فادتها شوي للصين لأن عملت تحالفات مع روسيا مثلا، استفادت يمكن من هالحصار اللي كان من الغرب على روسيا وفتحت كمان إلى الشرق أكثر. ومش هيك منظن بسبب التراجعات الكبيرة اللي كنا عم نشهدها على الأسواق الصينية
اكيد في عنا ريسك، اكيد هذا ريسك مستمر خلال هذا العام، ولكن بسبب الاسعار المتراجعه جدا الى مستويات متدنيه تاريخيا قد تكون فرصه للدخول في مكان يمكن باسعار متراجعه جدا. اذا بدنا نقارنها مثلا في اليابان كاقتصاد آسيوي، وحتى كمان الاقتصادات الغربية اللي كمان كانت عم تنتعش بشكل كتير كبير، الأسهم مرتفعة جدا، كنا عم نشوف كمان المؤشرات اليابانية عند أعلى مستوياتها تاريخيا، نوعا ما فينا نعتبر بسبب التحفيز للحكومة كمان يلي ما فينا نعتبره كتير صحي، يلي قد يكون كمان خطر للمستثمرين أنه يدخلوا عليه هلأ بهذا الوقت وهو قريب جدا من أعلى مستوياته التاريخية. ففي عنا صورة متضاربة ما بين الاقتصادات الآسيوية، ولكن إذا بدنا نحكي عن الاقتصادين الأكبر مثل ما عم تقولي، مخالف تماما، صورة مختلفة تماما ما بين اليابان وما بين الصين، معاكسة جدا. الصين عندها مخاطر ولكن مستويات متدنية قد تجذب المستثمرين، وحتى التوترات الجيوسياسية عم تفتح فرص لتعاونات مستقبلية كمان مثل البريكس، يعني عم تشوف عم تخلق نوع من المستعمرات الاقتصادية اللي طبيعة الحال الصين رح تستفيد منها. ومن ناحية أخرى في عنا تايوان، في عنا الصين، في عنا هدول اليابان، هدول الدول أو الاقتصادات اللي بنعتبرها تابعة نوعا ما أو على علاقة جيدة نوعا ما مع الغرب، قد نرى كمان تحركات مماثلة لتحركات الأسهم في الغرب. طيب، أنتقل إلى أسواق الطاقة، ومع منظمة أوبك التي صرحت بأنه سيتم البت في مارس المقبل فيما إذا كانت ستمدد العمل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، هل سنشهد مزيدا من خفض الإنتاج برأيك سيدة فرح؟ هلأ الجواب ما في لك على أكيد إيه، بس اللي لازم يأخذه المستثمرين بعين الاعتبار وقتها بدهم يحللوا أسعار النفط. نحن في عنا مجموعة أوبك اللي بطبيعة الحال نوعا ما إذا بدنا نشوف المشاركين الرئيسيين فيها على رأسهم المملكة العربية السعودية، بهمها اللي مثل ما كنا عم نحكي دائما إنه أسعار النفط ضل نوعا ما مرتفعة أو في عندها مستويات أعلى من أهداف مثلا الولايات المتحدة. يعني كنا عم نحكي 80 دولار للبرميل، هي أهداف مهمة جدا لمثلا المملكة العربية المتحدة للمملكة العربية المتحدة صحيح، وكمان عم نلاحظ العديد من المنتجين في أوبك بهمهم الأسعار تضل مرتفعة. ومشان هيك احتمال تقليص الإنتاج هو ممكن جدا من ناحية أوبك، ولكن في حال كنا عم نشوف تراجع كبير في أسعار النفط في الأسواق، في حال رجعنا شفنا ارتفاع في الإنتاج من الولايات المتحدة أو كمان من دول أخرى كان في عليها حصار نوعا ما النفط تبعها عاد إلى الأسواق، فكل هذه العوامل لازم ناخذها بعين الاعتبار. ولازم نعرف بس انه بهم اوبك ان الاسعار ما تكون متراجعه بشكل كثير كبير. فشو الصوره العامه؟ هل اكيد رح نتوجه لتقليص الانتاج؟ لا، الامر الوحيد اللي قد يؤكد توجهنا لهذه السياسه هو في حال شفنا تراجعات في اسعار النفط عند مستويات 70 دولار. اظن بالتاكيد رح يكون في عنا اجتماع لاوبك عم يتحدث عن تقليص للانتاج، ولكن تراوح الاسعار ما بين 75 دولار ل 80 دولار للبرميل اظن انها كافيه لترضي اوبك بلس وما يكون في توجه لتقليص الانتاج. طيب سيده فرح، دعينا ننتقل من اسواق الطاقه ومنظمه اوبك وكل هذه الاشياء التي او المشاهد الموجوده في البر، وننتقل الى البحر. ماذا عن ازمه الشحن في البحر وصراعات البحر الاحمر سيده فرح؟ كيف سيؤثر كل ذلك على اسواق النفط العالميه برايك؟ خصوصا ان هناك مشاكل كثيره في مضيق باب المندب وقناه بنما الى اخره، وانت طليعه بهذه الامور. نعم. هلا اذا بدنا نلاحظ خلال الاسابيع الماضيه كيف كانت عم تتاثر، اي خبر اي يمكن عنوان رئيسي كان عم يطلع بالاخبار عم يحكي عن توترات مرتفعه في البحر الاحمر كنا عم نشوف ترجمه مباشره على اسعار النفط ارتفاعات، ولكن اظن كانت محدوده، كانت لفتره زمنيه محدوده وما عطت هالدعم لنكون عم نشوف ارتفاع في اسعار النفط بشكل كثير كبير. فينا نقول والله في عنا موجه ارتفاع اسعار بسبب الازمه، لا اظن انه نحن واصلين لهذه المرحله. لازم نذكر كمان الاسواق لانه بالنهايه نحن مش عم نحكي عن انتاج النفط، مش عم نحكي عن تاثير فيما يتعلق مثلا بابار النفط او صار في عنا قصف على ابار نفطيه، لا نحن عم نحكي عن
الطريق الذي يوصل النفط من منطقة إلى منطقة. فالكل اللي عم بيصير هو عم يتأخر وصول النفط، بطبيعة الحال رح يكون في عنا تكلفة شوي أعلى لوصول النفط إلى أماكن معينة، ولكن هالشيء ما بيعني أنه نحن عنا مشكلة في العرض. العرض لا يزال موجود، الإنتاج لا يزال موجود، ومشان هيك إلى الآن المشاكل اللي كانت عم تصير بالبحر الأحمر كانت عم تعطي دفع للمضاربين ليربحوا من تحركات سعرية بسيطة، ولكن ما شفنا مستمر أكثر من ديلي، يمكن يومي أو حتى أكثر من يومين ما بعد الخبر. طيب أختم معك من سؤال أخير مع المعدن الثمين وطلب قياسي على الذهب بفضل انتعاش مشتريات البنوك المركزية، فهل سيحافظ الذهب برأيك على مكانته كملاذ آمن للمستثمرين؟ لأعطيك الجواب كمان يكون أوضح للمستثمرين، لأنه بطبيعة الحال نحن مثل ما كنا عم نحكي قرارات البنوك المركزية فعلا بتأثر، التوترات الجيوسياسية، تطورها، هيدول كلهم أمور من الصعب أن نكون عم نحددهم. ويبدو أنه يمكن منتصف العام يعني من نصف العام وإلى آخره الصورة شوي ضبابية، لأنه في عنا العديد من الأمور لازم ناخذها بعين الاعتبار، ولكن لا يزال الذهب طبيعة الحال فوق مستويات الألفين، أمر إيجابي جداً للذهب، يعني أنه العديد كمان من مديرية المحافظ والبنوك كمان المركزية بهمها تكون عم تتحوط مع الذهب. الصورة الأوضح رح تكون على الفترة الزمنية القصيرة للمتداولين، مثلاً على الفترات الزمنية القصيرة أو اللي بهمهم يشتروا أو يبيعوا خلال هذه الفترة. نحن أنهينا الأسبوع الماضي ببيانات سوق عمل قوية جداً، أعلى من التوقعات بشكل كتير كبير، يعني وصلنا أكثر من 630 ألف، ونحن التوقعات كانت عند 170-180 ألف، الأرقام الكبيرة جدا في التوظيف، وحتى بيانات البطالة اللي جاءت نوعا ما أقل من التوقعات وما ارتفعت أبدا من الشهر الماضي، وهي العوامل الأساسية اللي بيطلع عليها الفيدرالي ليقرر إذا رح يتوجه لتقليص الفائدة ولا لا. ولكن سوق عمل قوي بيعني استهلاك قوي، يعني الضغوط التضخمية مستمرة، بيعني قوة للدولار، لأنه أسعار الفائدة يبدو أنه فعلا هذا إجا تأكيد أكثر لكلام جيروم باول أنه السياسة المتشددة مستمرة لفترة أطول، وهذا الشيء بطبيعة الحال رح يضغط على الذهب. ليش؟ أولاً لأنه نحن عندنا ارتفاع على الدولار، ثانياً المعنويات في أسواق الأسهم على الرغم من هالبيانات الإيجابية سكرنا نحن على ارتفاعات. نحن في عندنا بيانات الشركات الكبرى اللي عم تطلع هلا من وول ستريت وعم تفرجينا نوعاً ما بيانات إيجابية، أسواق وعمالقة التكنولوجيا كانوا عم بيفرجونا أرباح جيدة جداً، يعني عندنا ابتعاد عن المخاوف، في عندنا أصول عالية المخاطر في الأسهم عم تعطينا عائد جيد، والدولار من ناحية تانية كمان عم يستفيد بسبب الضغوط التضخمية التي يبدو أنها مستمرة. مش من هيك منظن أنه الضغوط على الذهب قد تستمر خلال الفترة القادمة. مستويات من الناحية الفنية، من نحكي كمان 2015 مهمة لنراقبها، مستويات. طيب سيدة فرح، لكن تصدر بنك الشعب الصيني قائمة أكثر البنوك المركزية شراء للذهب في عام 2023، كيف تقرأين ذلك؟ وأيضا هناك شق آخر، كشف المجلس العالمي للذهب أيضا أن العراق وليبيا وقطر جاءت ضمن قائمة العشرة كبار بأكثر البنوك المركزية العربية شراء للذهب في عام 2023، كيف تقرأين ذلك؟ هذا الشيء شفناه موجات كبيرة كتير توجهت لشراء الذهب، مش بس هذه البنوك، كمان كنا عم نشوف موجات كبيرة خلال عام 2023 وحتى في نهاية كمان الربع الرابع من 2023، ومشان هيك إذا بدنا نترجمها بشكل كتير بسيط شفنا ارتفاعات الذهب اللي وصل للأسعار اللي نحن فيها حاليا عند 2004، يعني عندنا أكثر من 2000 دولار للأونصة. فبطبيعة الحال أي توجه من البنوك المركزية وحتى من كبار شركات، من كبار الصناديق الاستثمارية يجب أن نراقبها، لأنه هن عادة بقيدوا الترند، بقيدوا يمكن التوجه في الأسواق، ومن بعدها منشوف توجه المستثمرين الأفراد عليهم. مشان هيك فعلا هالترند اللي كنا عم نشهده منذ يمكن نهاية عام 2023 وإلى اليوم كان مدعوم بشكل رئيسي بسبب اللي قلتي شراء البنوك المركزية، ولكن بالوقت الحالي لازم ناخذ نفس هالترند الطويل جدا اللي كنا عم نشهده الارتفاعات، ما عم بحكي بأنه انتهت، ولكن نكون عم نشوفه عم تاخذ نفس نوعا ما ممكن جدا على الفترة الزمنية القصيرة، الذي قد كمان يخلق فرص جيدة من مستويات متدنية أكثر أن نرجع ندخل في هذا الترند الصاعد.
شكرا جزيلا لكل هذه التحليلات ولكل هذه المعلومات سيدة فرح مراد محللة أسواق مالية في مجموعة إيكوتي من دبي، ممتنة جدا لك.